السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا أنا ومراتي مطبخ وخياطة. النهاردة فيديو جديد، وصفة جديدة، وحلقة جديدة من حلقاتنا. نتمنى إن حلقة النهاردة اللي هنعملها معاكم تنال رضاكم وتحوز على إعجابكم. هنعمل النهاردة مشروب العناب المركز. مشروب العناب المركز هنعمله بكل سهولة وببساطة، وبعد ما اي حد بعد ما يشوف الفيديو ده يقدر ينفذه ويقدر يعمله ويشيله عنده في التلاجة بكل سهولة وببساطة. بس قبل ما نقول ايه هي مكونات مشروب العناب المركز، ما تنسوش تدعمونا عشان نستمر وعشان نقدم لحضراتكم كل جديد. وتعملوا لنا سبسكرايب، لايك وشير، اعجاب واشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم مننا كل جديد. وهنبدأ على بركة الله نقول ايه هي مكونات العناب السلام المركز. عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بداية المقادير بتاعتنا: ربع كيلو كركديه، معانا كوب سكر، ومعانا 2 لتر مية. دي كانت كل المكونات بتاعتنا النهاردة اللي هنعمل بيها مشروب العناب المركز. المركز اللي احنا ممكن نحطه عندنا في التلاجة ونخففه. طبعا اول حاجة هنجيب حلة زي ما احنا شايفين كده، وهننزل بربع كيلو العناب، وهننزل عليه ب2 لتر مية، زي ما احنا شايفين كده، وهننزل عليه بعد كده بكوب السكر اللي هنغليه معاه. يلا بينا على البوتاجاز. هذا البوتاجاز اهو، هنبدأ نحط عليه الكركديه زي ما احنا شايفين كده عشان نديله غلوة. بدأ الكركديه يغلي اهو، هنسيبه من بداية الغليان كده 5 دقايق لغاية التفل اللي على الوش ده او الكركديه لما يسقط. مادام سقط يبقى احنا كده عرفنا ان احنا كده ايه الكركديه بتاعنا استوى وطاب وجاهز. بالنسبة لمشروب الكركديه، في ناس الناس اللي هي بتعاني من ضغط عالي هتنقع الكركديه مش هتغليه، يعني هتجيب شفشق فيه مية أو دورق فيه مية وتحط فيه كمية يعني زي كوباية كده من الكركديه الناشف بدون غلي، تنقعه وتقوم الصبح تشرب منه. ده بينزل الضغط العالي في مجرد يعني بمجرد شرب الكوباية يعني، وأحسن من أي نوع دواء موجود في الصيدلية. ده سبحان الله يعني حاجة من عند ربنا. بنيجي للناس اللي هي عندها ضغط واطي. ضغط واطي لو شرب مغلي يعني الكركديه بدل ما هينقعه هيشربه مغلي. المغلي دوت اللي هو زي كده يشربه سخن هيرفع له الضغط فورا. يلا بينا ننزلهم من على البوتاجاز. احنا كده نزلناه من على البوتاجاز اهوت، هنسيبه يبرد علشان بعد كده هنصفيه. كده العناب برد معانا، يلا بينا نصفيه. بسم الله. كده تمام، صفينا وخلصنا. هنيجي للخطوة اللي بعد كده بعد ما نصفيه. الخطوة اللي بعد كده دلوقتي احنا عبيناه في الدورة اهو، هنبدأ نعبيه في الأزايز بتاعتنا علشان خاطر نشيله في التلاجة زي ما احنا شايفين كده. الدورة ده موجود في السوق، لو حبيت تعبي بيه الأزايز أو لو حبيت تعبي بيه الأزايز يعني أحسن من القمع وأحسن من أي حاجة كده في الإزاز على طول، وما يدلدقش منك كل حاجة ما تتكبش منك. طبعا هنعبيه كله في الازايز ونرجع لحضراتكم. احنا كده خلصنا، عبينا اهو 2 ازازة 2 لتر ولسه معانا كمان. هنقفلها زي ما هي كده ونشيلها عندنا في التلاجة علشان خاطر نزود
يعني نخفف منها. ده كده مركز بتاعنا، احنا عملنا كده المركز. إيه لو حابين يعني ده احسن من الراوغ، مشروب الراوغ اللي هو بيجي في الكنز دوت، واحسن من مشروب الرمان، وده صحي جدا وبدون اي مواد صناعية وبدون اي اضافات. إيه يلا بقى نشوفه بقى التقل بتاعه، هنوريكم التقل بتاعه. شايفين المشروب تقيل ازاي؟ شايفين المنظر تقيل ازاي وجميل ازاي؟ وبكل سهولة وفي متناول ايدين اي حد، وجاهز عندنا في التلاجة وصحي. اهم حاجة في الموضوع ان هو صحي جدا، وان هو يعني بيستعمل كعلاج. وعشان نستمر ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك. يلا بقى نوري لحضراتكم طريقة تخفيف العناب. طبعا احنا هنجيب مية كده من التلاجة في الدورق بتاعنا او في الشفشق بتاعنا. طبعا السكر في العصير مش هيدوب، احنا هندوب مية الاول، هندوب السكر في المية الأول وهنضيف عليه من العصير المركز حسب التحلية بقى، حسب ما انتوا عايزين. احنا كده نحط 6 معالق، ولو حبينا نضيف كمان هنضيف وهنقلب. يلا بينا بقى نضيف العناب بتاعنا للمية المركز. شايفين الطول بتاعه؟ الخطوة اللي بعد كده لو حد حابب يحط ماء زهر أو ماء ورد هتديله طعم جميل جدا. حد حابب يشربه زي ما هو يشربه عادي، المشكلة يعني مفيش أدنى مشكلة. يلا بينا بقى عشان نصبه في الكوبايات، طبعا بمكعبات التلج لأن ده هيبقى ساقع. احنا كده خلصنا الوصفة بتاعتنا. ايه نتمنى حلقة النهاردة وفيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، ايه وتجربوه ان شاء الله وتسعدوا بيه. ايه اتمنى نكون اسعدناكم ومطولناش عليكم، وما تنسوش تدعمونا ايه علشان خاطر نستمر وعشان خاطر نقدم لحضراتكم كل جديد. ايه تحياتنا للناس اللي من الدول العربية وخصوصا دولة ليبيا ودولة العراق، إخواتنا وحبايبنا في الإسلام وفي الوطن وفي الدين. تحياتنا ليكم، تحية كبيرة جدا، تحية كبيرة جدا لليبيا. يا رب ينصركم يا رب ويبعد عنكم كل حاجة وحشة. تحياتنا كبيرة جدا للناس في العراق، إخواتنا وحبايبنا. يا رب ربنا يبارك لنا فيكم جميعا ومنشوفش فيكم حاجة وحشة. كل الوطن العربي يا رب ويحمي الإسلام والمسلمين. تحياتنا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.